يعني هدفنا اليوم صبرت على الموضوع هذا وإدارة النفسية. أنا صدرت أمس أمر داري بنقل طابق ثاني وهذا مشغول العقم. حسام محمد، حسام محمد تفضل، لأنه هو تقريبا أيوه إن شاء الله إن شاء الله. ثلاث مراحل، أولا أن نكمل احتياج الوحدات الإدارية لما تحتاج من المؤسسات في بيت صحي أقل. تصور إخوان مثل جرح جناح سبيل يوم هنا موجودة في هذه الازدحام، لو كان في مستشفى أوصان المدير العام للدائرة الصحة ذي قار بضرورة إقامة ندوة حوارية نجمع فيها مدراء المؤسسات المعنية بقضية المخدرات لوضع النقاط الأساسية لتحديد هذه النقاط، بالذات نقاط الخطورة، وعلاجها بأسرع وقت، ولربما فتح الردهة الموجودة في مستشفى الحسين المعنية بعلاج المدمنين لربما تكون هي الخطوة الأولى إن شاء الله نحو إقامة مركز الإدمان مستقبلا. الآن أكثر نزلانا المتواجدين في داخل السجون هي التعاطي والمتاجر للمخدرات، وهذه سبب أرباك واكتظاظ في داخل السجون في على مستوى العراق وكذلك على مستوى ذي قار. الآن قرابة 700 نزيل أو ما شابه ذلك بالتفاوت بين متعاطي وبين متاجر لقضية المخدرات، لكن أنه لابد أن توجد حلول أساسية وواقعية. من ضمن هذه الحلول توجد تنسيق مع إدارة القسم ودائرة الصحة ذي قار بقضية أنه المعالجة الفعلية بفتح ردهات لهذه المعالجة، لأنه ليس بالصحيح أن يكون المتعاطي أنه فقط هو إلقائه في السجن، لابد أن تكون هناك مؤسسات إصلاحية وعلاجية. أصبح ظاهرة المخدرات تهديد حقيقي يهدد السلم المجتمعي، وقد رصدنا كمنظمة التواصل والإلقاء العديد من حالات الانتحار بسبب المخدرات، وكذلك العديد من حالات بصراحة الاعتداءات الجنسية وزنا المحارم وغيرها كلها بسببها تعاطي المخدرات. هي دعوة للحكومة المحلية، دعوة لمجلس النواب، يجب إيقاف تدفق المخدرات من الحدود، يجب القضاء على هذه الحالة الشاذة في مجتمعنا الدخيلة على مجتمعنا. تقيم دائرة الصحة ذي قار الندوة الحوارية حول الخطر المخدرات وتأثيرها على الشباب المحافظة وبالنسبة للعراق تقريبا. الحكومة المحلية داعمة بكل مقوماتها للأهداف اللي تحد من هذه الظاهرة بكل مؤسساتها الصحية والخدمية والدوائر الدولة والدوائر المختصة ذات العلاقة. هي البرامج إنه واللي بعدنا بإكمال إن شاء الله. ممتازين، شكرا لكم جميعا، شكرا جزيلا.